عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا بكم اليوم على قناتي. باش نقدم لكم أكلة ياسر بنينة، مرتديلا بالدجاج سلامي، أكلة مفيدة وصحية لوليداتنا وليكم انتوما زادة. إن شاء الله تعجبكم اليوم الوصفة. كان عجبتكم اليوم ما تنسيوش الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم جميع فيديوهات متاعي. نبدأ مع بعضنا توا نحضروا الأكلة متاعنا المفيدة، مرتديلا بالدجاج. بسم الله، نبداو على بركة الله. نعمل اليوم المرتديلا بالدجاج سلامي، أكل صحي في الدار نعملوه. خذيت هنا زوز صدور متاع الدجاج، منكثروش الثوم، أني عندي ثوم جويد، كلي عندها ثوم خشين تعمل زوز سنينات بركة. أني عملت هنا 4 سنينات جويدي. عندي هنا 3 مغارف كبار سميد أرطب، زوز بيضات، الفرماج كريمي، أما اللي ما عندهاش الفرماج هذا تعمل 3 طوابع مثلثات فرماج. عندي هنا طريف معدنوس مش برشا، الفحات نتاعها ساهلين. عندي هنا شطير مغرفة متاع قهوة ملح، وشطير مغرفة مكركم، وشطير مغرفة فلفل أكحل، وشطير مغرفة كروية، ومغرفة متاع قهوة كبيرة فلفل أحمر، وشطير مغرفة تابر. هنا عندي زيتون ملقش، عندي هنا ربع كاس زيت زيتونة، وعندي لهنا قصيد تريفات فلفل جويدين باش نحطهم في وسط الحشوة. نبداو مع بعضنا توا نحضروا المرتديلا بالدجاج. اول حاجة عملتها لهنا رحيت الدجاج متاعي مع 9 سنينات الثوم، رحيتهم برحات اللحم متاع اللحم. باش نستعمل توا ماكينة اخرى اللي هي ذي، نحط هنا البيض متاعي والفحات الكل. اللي تحب تحط هريسة عربي تحط، مش مشكل. وعندي هالمغيرفة فرماج كما قلت لكم، اللي ما عندهاش تعمل مثلثات فرماج. نخليو الزيت والسميد من بعد توا نزيد هذوملي نرحيهم. نرحيهم ونرجع لكم توا. نزيد لهم توا بعد ما رحيت هذوكم اول المكونات، نزيد 3 مغارف سميد كبار ما يعادل 100 غرام سميد، ونحط كتريف الزيت. نكمل توا زيادة هذا ونخلطهم بالتدريج. كما قاعدين نشوفوا لهنا خلطت المكونات الكل الا المعدنوس والفلفل، حتى مانيش باش نرحيه، باش نخلطه بالطريقه هذه اكاهو. هذه طريقتي في السلامي، فاوح من غير مصبرات، خدمه متاع الشارع، ابن واوفح، وحاجه نظيفه لدارنا ولصغيراتنا. تو نكمل نخلط المكونات نتاعي مليح مليح، نوريكم طريقه اللف السلامي هذا ما يسموه مرتديلا. كمل الخلط ونرجع لكم. كما قاعدين نشوفوا لهنا فرشت البابي نتاعي لهنا، باش نشد هنا طريفه كي زيت بسويبعاتي ونمسحو هكايا بالطريقه هذه. نحط توا الخليط نتاعي، تحبوا تقسموه على 2 كما تحبوا نتوما. نحل بالطريقه هذه، راك طرف الزيت تساعدك في الحلي. ديما اني المغرفه نعملها بشويه ماء باش نجم تسهل عليا الحلين. هكا ما نكثروش برشا، نجمها تقسمها تعملها طويله ولا تقسمها تريفات، معناها تعمل زوز وحيد يزي. زيت الحكاية خليط، نحطك الزيتون. اللي تحب تحط فواكه جافة كيما الفستق، طريف لوز، علاش لا؟ بالطريقة هكا كيما نوريكم. نحط مغرفتي في السحفة بالماء هكا ونمسح. عندي لهنا الزيتون، نجي في الوسط هكايا نحطو باش بعد يولي منظرو مزيان في القصة. فما اللي يحط فستق زيادة
الزيتون اللي تحبوني، عندي زيتون اكحل اليوم. اوكي بالطريقة هكا، حاجة صحية للدار ولصغيراتنا ليك انتي زيادة بإذن الله. طب نكمل نلفها ونسكرها. نلمها توا هكايا، بسم الله نلم الخط هذه هكا عليها. توا نرصها مليح، نخرج لها الهواء اللي في وسطها يلزم، ونسكرها مليح مليح. وتوا باش نزيد اللفلفه في الالومنيوم. باش نعمل توا كعبه اخرى خاطر مازال عندي كزوز دوره دجاج يعملوا لي حتى اكثر. توا نحطها في الالومنيوم. توزيد بعد ما قرستها من هوني وربطتها عش تخرج توا الحشوه، مهم نحيو لها الهواء. نزيد نسكرها الطريقه هذه ونلففها مليح مليح. تو نأكد لكم انها ما عادش باش تخرج. تو ننقبها، حطيت لهنا الكعبات نتاعي سلامي حطيتهم في طبق، ننقبهم هكايا. حضرت مسخون، مسخون يغلي يلزم، باش نحطهم توا في الفور على نار قويه يطيبوا. توا ترى يسيبوا الفيحه نتاعهم، بسم الله نحطوا توا المسخون نحطهم في الفور. فما طريقه اخرى تنجم تحطهم يفوروا في الكسكيس، الطريقه اللي تحبها تنجم تطيب بها، فمش حتى مشكل هنا. اما اني اليوم باش نعمل في الفور، تجيني طايبه وبنينه وفيوحه. تو ندخلها للفور كتيب نرجع لكم. كيما قاعدين نشوفوا مع بعضنا سلامي نتاعنا حضره المرتدله بالدجاج. تو اني عندي طريقه اللي اني نحمره شويه على الغاز. سخنت هنا شويه زبده ذوبتها، اني عندي طريقتي لهنا في المرتدله نحب نحمرها شويه على النار بالطريقه هذه. نحمرها شويه في الزبده، تحبك اللون الذهبي هذاك ولا تنجم تحمرها على الفوق كيما تحب انت، المهم ما تحلها من الالومنيوم الا ما تبدا بارده، ما تحلهاش وهي سخونه باش ما تتهلكش. توا نحمر الكعبات نتاعي المرتدله ونقصهم ونزينهم ونوريهم لكم. ان شاء الله تعجبكم اليوم طريقه. قصيت المرتدله نتاعنا لليوم، التشويحه مش حاجه لازمه، كل وحده وشنو تحب اختياري. اما انا شوحتها كي من الفوق باش تعطيني اللون المزيان، وزيد جاتني ياسر بنينه كما قاعدين تشاهدوا المنظر ياسر روعه، واهم حاجه هي البنه اللي فيه. ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم. عملت معها سلايطه كرم باش نحطها اليوم فطور ولا عشاء كما تحبوا نتوما. كان عجبتكم اليوم الوصفة ادخلوا لي على الباج فيسبوك صندس لجميع الأكلات البنينة، وعلى اليوتيوب تعملوا لي ابوني ولايك. ميرسي.